فيتامين سي، فيتامين سي والبي فيتامين بي وسي، بي فوليك اسيد، فوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9. زين فيتامين سي شنو يفيدنا؟ شوفوا كل فيتامين انتي اوكسيدنت. زين يساعدنا على السكين ريبير. ليش؟ لان هو دقيقة الفيتامين سي عنده انتي اوكسيدنت بروبرتيز. زين عنده شلون انتي اوكسيدنت؟ يعني انتي اوكسيدنت كلش عاليه. الانتي اوكسيدنت مالته شايفين انتو بكت كورونا. زين حتى واحد يقوي المناعه مالته شو يقولوا له؟ خذ فيتامين سي. ليش فيتامين سي؟ يعني هو انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت يعني اميونو بوستر، يعني زي لنا الاميونيتي. اوكي شايفين هاي السيرامات اللي بيها فيتامين سي نستخدمها للجلد للوجه، سيرام فيتامين سي ما شايفينه؟ بلي دكتور. ليش ماكو كريم فيتامين سي؟ ليش ما شايفين كريم فيتامين سي؟ كريم موجود بس سيرم. احتمال يأثر على البشرة، يعني بورل يعني أنتي أوكسيدنت. قصدي ليش ماكو كريم؟ ليش أكو سيرم وماكو كريم؟ stability issue. زين stability issue يعني ال stability ما تشوية مزعجة، فما نقدر نخلي نسوي كريم من عنده. زين كذلك يساعد على absorption of iron، يعني ال uses مال فيتامين سي in general. زين هو انتي اوكسيدنت. زين يعني اميون بوستر، وكذلك انكريز بالكولاجين سينثيسيس. زين يعني اللي يستخدم للسكن، سكن يعني يزيد لنا الفيرمنس مال السكن، يزيد ديكريز بالرينكلز. زين ليش؟ الكولاجين يعني الماده الحشو مال السكن، الناتشرال سورس مال الكولاجين. زين انكريز ابزوربشن مال النون هيم ايرون، يعني الايرون اوف بلانت سورس. deficiency من يصير deficiency بالايرون يعني يصير عندنا فد مرض نسميه سكيربي. زين سكيربي او داء الايش؟ الاسقربوط. الاسقربوط ما ادري شو اسمه. زين طبعا قليل يصير عندنا deficiency بالفيتامين سي. ليش؟ لان موجود بالدايت مالتنا بهوايه. زين هوايه موجود بالدايت. شنو الدايت اللي يحتوينا على فيتامين سي؟ الحمضيات يعني سترك، حمضيات، البرتقال، الليمون، الفلفل الاخضر هو ميجر سورس اكثر موجود بفيتامين سي. يعني حبايه الفلفل الاخضر، فلفلايه خضراء واحده تعادل لنا نصف فلفلايه، تعادل لنا يعني ريكومندد ديلي دوز مال فيتامين سي. نصف فلفلايه خضراء تاخذوها تعادل هذا، وانت اخذت ريكومند ديلي دوز مال فيتامين سي او ريكومند ديلي الاونس. زين هذول مكيفين يوميا ياخذون كورونا، ياخذون فيتامين سي ابو الالف وابو الخمسمية. اوكي هو راح يفيدك بس انا يعني باتجاه الناتشرال سورس. اي شيء ناتشرال مور سيف وجود ابزوربشن له. زين ما احب الشغلات الساينتيك. هسه اقول لكم باللونج تيرم الديفيشنسي طبعا يصير عند فاتيج، ويكنس، جوينت، ومسل ايك. نادرا ما يصير عندنا ديفيشنسي بالفيتامين سي، هاي بس مناطق افريقيا وما افريقيا دول يصير عندهم الديفيشنسي فيتامين سي. ليش؟ يعني احنا ما يصير عندنا يعني دائما ناكل السورس مال فيتامين سي هوايه. زين ريكومند ديلي دوز مالته 75 مايكروغرام بير داي. زين هذا الادلت وومن و90 الادلت مين خاصه السموكر. زين التوكسيسيتي باو، توكسيسيتي اوف فيتامين سي مهمه باو عندكم.
شايفين ذولا اللي ياخذون، بخاصة وقت كورونا صار انه حد هسه ياخذون فيتامين سي او بالالف فور لونج بيريد اوف تايم، شو يصير عندهم؟ اضطراب بالمعدة، معدة بعد يصير عندهم بعد دكتور هو يأثر على الكلية. عافية، كدني ستون، كدني ستون يصير عندهم. زين ليش؟ لأن نسوي اليورين أسيدك. زين نسوي اليورين أسيدك يسوي بريسبيتيشن للفاريوس أوكزاليت، فيصير عندنا شنو؟ يصير عندنا كدني ستون. زين خاصة نشوف significant number of people take high dose 1000 milligram for long period of time. زين يصير عندهم هاي الكدني ستون. ليش؟ انه اسيدك، اسيديفاينج يورين. الفود سورس عرفناها هسه. زين هسه فيتامين سي، احد عنده سؤال فيتامين سي؟ هاي لكم يعني، هاي انتم تستفادون منها بالديلي بحياتكم اليومية. زين يعني ما معقول انت صيدلاني زين وما تعرف الرول او فيتامين سي، ما تعرف الرول او فيتامين بي بلاكس. زين هذين انت يوميا بالصيدله تصرف من عندهم، يجوز باليوم تصرف 10 5 قطع. يعني لازم تعرف اليوزز الكونسيكونس الدوزج. زين هاي شغلات يعني ما تاخذها بغير بالفارمات، ما راح ينطق فيتامينات. زين ما راح ينطق فيتامينات بالفارما، تاخذها بس هنا او من تتخرج تروح تقراها. زين الفيتامين بي بلكس، الثيامين بي 1، بي 1 ليش يقول لك؟ شايفين يجيكم ناس الصيدله نعطينا حب مقوي، مقوي عام. زين مقوي عام يعني شنو؟ مقوي للجهاز العصبي، انرجي ريليزر. زين يعني يطوق يطنق ذني، يساعدن على الريليز اوف انرجي، الريليز اوف انرجي. اوكي عندك البي 1 هو الكو انزيم فور سيفرال انرجي ريليزنج باث واي. زين خاصه فروم كربوهيدرات. زين وين موجود البي 1؟ موجود كل الدايت اللي احنا ناكله، اكثر الدايت، ماكو دايت ما موجود بيه فيتامين بي 1، كل الاكل اللي ناكله. فديفيشنسي مالته تكون ريرلي. زين رير ديفيشنسي يصير بالفيتامين بي 1. نيروبين، النيروبين عبارة عن كم بي كومبلكس، بي 1 وبي 2 بي 12 زين بي 6. الديفيشنسي اسوشيتد وذ بريفرال نيرفوس سيستم ديزيز، بيربيري يسميها، بيربيري. خوش اذا الثيامين شنو؟ شو اسمه انرجي ريليزر. زين وكو انزيم يساعدنا على ريليز اوف انرجي. البي 2 رايبوفلافين اسمه، فيتامين بي 2 نفس الرايبوفلافين، نفس الحاله، هو كو انزيم يساعدنا على ريليز اوف انرجي فروم كربوهيدرات اند بروتين. زين البي 1 نفس الحاله، هم كو انزيم ريليز اوف انرجي فروم كربوهيدرات. زين وكذلك البي 2 الرايبوفلافين اسوشيتد وذ نورمال ستراكشر اند فانكشن اوف ميوكوس ميمبرين اند سكين. زين هذا بالنسبه لل deficiency of vitamin B2. طبعا قليل يصير عندنا deficiency، بالبيبلكس دائما قليل يصير عندنا deficiency. زين ليش؟ لان هو الدايت مالتنا rich source of vitamin B-plex. زين وخاصه فيتامين بي 2 كلش قليل يصير عندنا deficiency. ليش؟ لان الجسم يسوي يخزن الفيتامين بي 2. زين ال deficiency characterized by dryness, cracking of skin around mouth and mucous membrane and nose. شايفين هذول يصير عندهم تشققات بالcracking حول الخشم، حول الحلق. زين painful tongue نسميها magnetica tongue او magneta tongue. زين هذا سبب النقص مال الفيتامين بي 2. اوكي
النياسين او بي 3، النياسين هو بي 3. النياسين is required for release of energy from food. زين، لان هو يحولنا ال NDP ال NAD الى ال NADPH. زين، which is fundamental to correction carbohydrate metabolism. Niacin required for normal function of skin, mucous membrane, and normal function of nervous system. زين، نياسين ممكن الجسم يصنع من الأمينو أسيد تريبتوفان. زين، فالأهم نفس الحالة الـ deficiency مالته تكون rare. Deficiency راح تسوينا مرض نسميه بلاغرا، deficiency of B3 نياسين characterized by sun sensitive producing effects similar to the severe sunburn. زين، يعني يصير السكن sensitive لل sunlight. زين، advanced pellagra result in dementia and if untreated is fatal. Pellagra is now rare. قلناكم rare ليش؟ لأن قليل جدا، بس بال developing country يصير عندهم، ال poor country يصير عندهم نقص بال vitamin B complex. okay، عرفنا هسه B1 وال B2 B3 شنو الدورة أهم شيء، و الديفيشنسي ايش تسوي، والدوزج دوزج مال فيتامين بي بلاكس، يعني ريكومندد اللي هو موجود بكل الدايت اللي احنا ناخذه، فما راح يصير عندنا اي ديفيشنسي. الفيتامين بي 6 بيريدوكسين، من يعرف شنو فائده البيريدوكسين فيتامين بي 6؟ بي 6 شنو فائده؟ بلاد فورم، بلاد سيل فورم، اكثر فورميشن بلاد سيل. زين، كذلك شنو النقص مال برينجسي؟ برينجسي الحمل، عافيه، ايه بريفيشن اوف نوزيا اند فوميتنج اسوشيتد وذ بريجننسي، وذ ايرلي بريجننسي. هذول اللي يصير عندهم الصوان، اللي يصير عندهم بريجننسي، زين، بالبدايه يصير عندهم نوزيا وفوميتنج، فشافوا انه فيتامين بي 6 associated with decreased nausea vomiting associated with شنو، with pregnancy، خاصه من يخلطونه ويا ميكليزين نوفودوكسين. زين، ميكليزين زائد بيريدوكسين، بيريدوكسين هو فيتامين بي 6. زين، بي 6 ويا ميكليزين is associated with decreased bill sign and symptoms of nausea and vomiting associated with early pregnancy. اوكي، نيرف فانكشن deficiency is rare in younger people and only occur in among strict vegan. هذول الفيجن، منو الفيجن؟ الفيجن دول النباتيين. زين، هذول ال vegans. العفو، الفيتامين بي 6 ما يصير له، يعني ما يصير عنده ديفشنسي الفيتامين بي 6. زين، الفيتامين بي 6 هو شنو؟ موجود حال حال البي 1 والبي 2 والبي 3 بكل انواع الدايت. زين، قلنا شو يفيدنا؟ يفيدنا بالريد بلاد سيل فورميشن، وكذلك بالبروتين فورميشن والبرين فانكشن. زين، ريليف للبريجننسي ريليتد نوزيا. اوكي، هذا فيتامين بي 6 بيريدوكسين يسمونه. اوكي، سيانوكوبالامين الفيتامين بي 12، فيتامين بي 12 بعض الفيتامين بي 12 شويه مزعج الابزوربشن مالته. ليش؟ لان هي يعتمد على شيء نسميه الانترنسنج فاكتور. الابزوربشن مال الفيتامين اكيد ماخذينه بالفارما او بالابزوربشن، يسموها بينوسايتوسيس، نوع من الابزوربشن يسموه بينوسايتوسيس. فالفيتامين بي 12 يصير الابزوربشن عن طريق البينوسايتوسيس، هيك يجي و يصير مثل ما شلون بينوسايتوسيس، المهم عن طريق الانترنسنج فاكتور. فالابزوربشن مالته مزعج، يعني شايفين اكو شركات تصنع فيتامين بي 12 بدوزات عاليه، هو اللي يصير له ابزوربشن، يعني ليمتد اماونت اوف فيتامين بي 12 يصير له ابزوربشن،
مو كل يصير له absorption. فسواء أعطيت large dose أو extra large dose هو راح يصير له absorption بالكمية معينة والباقي راح ما يصير له absorption. زين، فشايفين هسه هذه الشركات يصنعون فيتامين بي 12 دوز عالي على اساس انه شنو، على اساس انه هاي فيتامين بي 12 دوز، هو الابسوربشن مالته ليميتد. زين، يعتمد على الانترنسنج فاكتور. وين يصير نقص فيتامين بي 12؟ هو يصير نقص فيتامين بي 12 مو مثل فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3. فيتامين بي 12 موجود باللحوم الحمراء، موجود بالباوتري. اللي يصير عندهم نقص دول البيجن الفيجيتيريان، زين، هذول ما ياكلون لحم، زين، ما ياكلون باكر، هذول يصير عندهم نقص. زين، من يصير عندنا نقص فيتامين بي 12 شو يصير عندنا؟ نيرف نومنس. زين، يصير عندنا بيريفرال نيوروباثي. زين، بيريفرال نيوروباثي. كذلك هو البي 12 هم ريد بلود سيل فورميشن، سيل ميتابوليزم اند نيرف فانكشن. زين، دايتر ديفيشنسي از رير ان يونجر بيبل، اونلي اكر ان امونج ستريكت فيجن. زين، اتس مور كومن ان اولدر بيبل. دائما بي 12 يصير الديفيشنسي ما تصير بالاولدر بيبل. ليش؟ الاولدر بيبل المعده مالتهم يصير بيها مثل الاتروفي، فيقل الريليز اوف انترنسنج فاكتور. زين، وبالتالي يقل الابسوربشن مال الفيتامين بي 12، يصير عندهم نوع من الانيميا نسميه شنو؟ نسميه برينيشيوس انيميا. اوكي، هذول بالاولدر بيبل. ليش؟ لان يصير عندهم اتروفي بالستومك لايننج. زين، lack of intrinsic factor اللي هي substance that promote B12 absorption. الديفيشنسي راح يصير عندنا pernicious anemia. In which red blood cells are enlarged, semi galloblastic, peripheral neurologic damage develop, result in numbness, tingling of enhanced energy. زين، يعني دائما نشوف الاولدر بيبل، دائما الاولدر بيبل يصير عندهم نقص بالفيتامين بي 12. ليش؟ يعني يصير عندهم gastric atrophy، المعده مالتهم يصير بها atrophy، تتقلص او atrophy. يقل الريليز اوف انترنسك فاكتور. انترنسك فاكتور هو السبستنس ذات بروموت ابزوربشن اوف بي 12. زين، ويصير عندهم نوع من الانيميا نسميه برينيشيوس انيميا. زين، هذا بالنسبه للفيتامين بي 12. زين، قلنا لكم الابزوربشن مالته نحس. زين، مثل البقيه، فمرات ينطوا اي ام انجكشن. زين، بالسيفير كيسز ينطوهم IM injection. اوكي، الفود سورس اللي هو food of animal origin، يعني meat وغيرها. زين، recommended dietary allowance 2.4 microgram per day. شوف، كمية كلش قليلة. زين، كمية كلش قليلة. اكو شركات صنع فد 600 microgram per day، وما راح يصير له absorption كله، راح يصير له limited absorption. هذول يصير عندهم يقصون معدتهم. زين، كذلك يصير عندهم deficiency بالفيتامين بي 12. شايفين هذول يقصون معدتهم. زين، يصير عندهم كذلك deficiency. ليش؟ يقلل release of intrinsic factor. اوكي دكتور. نعم. هم الشركات يصنعون مثلا 600 ملي غرام، ناخذ منها هالكميه البسيطه والبقيه كلها يصير له excretion يعني باليورين؟ انت اللي يصير له absorption جزء اقل من ربع هاي الكميه اللي خالينها بالجسم، مو كله يصير له absorption. زين، هاي 600 ملي جرام مال جيردا ومال ما ادري شنو هاي الشركات، مو كله يصير له absorption. فيتامين بي 12 absorption مالته يعتمد على شنو؟ على الانترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور ينفرز عندنا بكميات قليله. زين، فاللي راح يصير له absorption ما يتجاوز جزء recommended daily allowance أو أكثر منها بشوية. زين، ما راح يصير له absorption ثلاثة أربعة بس. شنو هاي؟ for marketing purpose. زين، إنه هذا بالذات الفيتامين بي 12 إذا زيد الدوز، إذا تقلل الدوز ما راح يأثر على absorption. ليش؟ لأن هو شوف، عندنا نوع من absorption، عندنا absorption يسموه energy associated absorption،
واكو عن طريق ايش يسمونه الابزوربشن الثاني concentration difference زين gradient absorption. الفيتامين بي 12 مو gradient absorption، يعني سواء كان دوز عالي ولا دوز قليل يعتمد على intrinsic. موجود intrinsic factor يصير absorption، ما موجود intrinsic factor ما يصير له absorption، والabsorption ما طلع عن طريق البينوسايتوسيس يعني يحتاج energy زين، شوية absorption مالته مزعج، ذلك ينطون أكثر شيء عن طريق الانجكشن. أوكي، هاي الأطباء ما يعرفوها، يعني ما يعرف إنه الأبزوربشن مال فيتامين بي 12 هو يعتمد على الانترنسنت فاكتور، هو دوز عالية لا خلي ينطي دوز عالية، هذا الدوز مالته أعلى زين، هو بس إما صيدلاني أنت المفروض ما تعبر عليه. فيتامين بي 9 فوليك أسيد أو الفوليت زين، فوليك اسيد شنو الديفيشنسي مالته شو يسوي عندنا؟ يعمل انسومينيا ويعمل انيميا ويعمل ايش يسموه ديفيوكت بال هذا بال بالنيورونال تيوب during pregnancy. عافيه سباينال بيفيدا زين، سباينال بيفيدا يعني الطفل يعني يطلع من بطن امه، الطفل يطلع من بطن امه ظهره مفتوح زين، هذا سباينال بافيدا. ليش؟ لان ما اخذت امه فيتامين بي 9 او الفوليك اسيد ديورينج بريجننسي زين، اذا ديفيشنسي تسوي لنا انيميا نسميها ميغالوبلاستيك انيميا زين، تسوي لنا خاصه بالبريجننس. شوف الفيتامين الفوليك اسيد اسينشال فور بريجننت وومن بيفور and after pregnancy، يعني ال woman بال child bearing age زين، لازم ما تقطع الفوليك أسيد قبل الحمل، خلال الحمل وبعد الحمل زين، essential folic acid. ليش؟ شايفين هسه هواية 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 خاصة بالمناطق خلينا نقول not fairly educated، دول المناطق البعيدة الداية تكون poor، الفوليك اسيد ما ياخذون فوليك اسيد، يجي الطفل خطية عنده سباينال بافيدا ظهره مفتوح. ليش؟ فوليك اسيد يعني 400 مايكروغرام بير داي تمنع عنا السباينال بافيدا زين. هسه احنا موجود فوليك اسيد بالصيدله موجوده بال 5 ملي جرام، بس هسه قالوا بال 5 ملي جرام يسوي لنا اوتيزم هاي العام لو اول العام زين، فجأة فد دراسة قالوا 5 ملي جرام فوليك أسيد يسوينا أوتيزم توحد، شركات كلها وقفت ال 5 ملي جرام قاموا يصنعون 400 مايكرو جرام بير داي إلى 600 مايكرو جرام، حتى شنو؟ حتى يقللوا لنا الكونسيكونس أوف أوتيزم على أساس يعني. بس هو يعني حتى نسبة الأوتيزم مش قد تصير يعني، يجوز واحد ما أدري إيش قد زين، فعادي يعني حتى لو أخذون أول الخمسة. أوكي، important red cell blood formation growth and function of brain developing fetus during pregnancy folic acid is a synthetic form of folate زين. deficiency megaloblastic anemia may be due to poor diet or increased requirement, for example, in pregnancies. Then, megaloblastic anemia is characterized by release of immature red blood cell precursor into circulation due to impairment of normal process of maturation in bone marrow. Deficiency is often accompanied by insomnia, depression, forgetfulness, and irritability. Then, احنا الانسومينيا نادرا ما تصير عندنا بالعمر اللي هو عمرنا زين، تصير بالتشلدرن بالبريجننت وومن. التشلدرن تصير عنده ليش؟ لان حاله ريكويرمنت مستمره، والبريجننت وومن تصير عنده ليش؟ لان حاله ريكويرمنت مستمره. اوكي، فيكون الدايت اقل من انه يعوض هاي الريكويرمنت، فيصير عندنا ديفيشنسي. مو بس الفوليك اسيد، كل المقويات، من يحتاج المقويات؟
أنا وأنتو ما نحتاج يعني فيتامينز. ليش؟ جروثلي ستيبل، ستيبل بالجروث احنا زين، الريكويرمنت مالتنا قليل، مدى النمو يعني مدى تنمون انتم زين، واقفين النمو مالتكم واقف، مجرد انه انرجي كونسيومر. اما تشايلد، تشايلد العمر 9 8 سنوات 7 سنوات، هذا دينمو يعني يوميا ينمو زين، فيحتاج شنو؟ يحتاج فيتامين سلمان، يعني يحتاج الكمية اللي يحتاجها ما راح يحصلها من الدايت زين، بيصير عنده ديفيشنسي بأي فيتامين بأي أمينو أسيد زين. البريجننت وومن كذلك ما طول الفيتس بحالة جروث زين، فالريكويرمنت مالتها راح تكون أعلى من الريكويرمنت مالتي زين. يعني أنا إذا أحتاج مثلا 100 مايكرو جرام اوف فوليك اسيد، هي تحتاج 300 الى 400 مايكرو جرام اوف فوليك اسيد. اوكي ريكومند ديلو دوس بالجديد صارت 400 مايكرو جرام بير داي للادلت، والوومن اللي هي من 400 الى 600 مايكرو جرام بير داي، البريست فيدينج 500 مايكرو جرام بير داي. احنا شوفوا الومن يعني 400 الى 1 نقدر نعطيها، من 400 مايكرو جرام الى 1 ملي جرام نقدر نعطيها زين. السورس مال الفوليك اسيد، من يعرف الفورس مال السورس مال الفوليك اسيد شنو؟ وين موجود الفوليك اسيد؟ كل الدايت اللي ناكله فيه فوليك اسيد، هذا الفيجيتابلز، جرين فيجيتابلز، الفروت كلها موجود فيها فوليك اسيد. اصلا بالدول الاجنبيه يخلونا ويا الطحين، يعني يسوون ريكومنديشن او ريستريكت ريكومنديشن انه يعطونا ويا الطحين، يوزعون الطحين على هذول المخابز المعترف لازم يخلون فوليك اسيد وياهم زين. قبل حد هسه يمكن لحد هسه ويا الخبز يخلون فوليك اسيد، يسووا له شو اسمه على مود شنو؟ على مود ليسر ديفيشنسي. المينرال، المينرال اللي تقروها تقروها هي راح تاخذوها بغير مكان، ما اريد ادوخكم بالمينرال زين. لو تريدون تقروها كيفكم؟ هي كالسيوم دكتور ماخذيها باللا عضوية، ماخذيها تاخذوها بغير مكان فما يحتاج زين. هي أربعة ما يحتاج. الأمينو أسيد، الأمينو أسيد ماخذيها بالبايو دكتور ما يخالف، بس ما ماخذينها بهاي الطريقة. ماخذيها بالبايو؟ أسألكم شوف احنا ناخذها، انتم صح ماخذينها تقول البايو كيمستري، بس ماخذينها من ناحيه كيميكال، من ناحيه ستراكشر، من ناحيه ميتابوليزم، من ناحيه مدري شنو. احنا ناخذها ما لنا علاقه بهاي السؤال، ناخذها من ناحيه الميديسينال امبورتنس زين، من ناحيه الميديسينال امبورتنس. صديقكم نايم خطيه والله، هو وقت المحاضرة طبعا ما أدري ليش مخلينا الصبح زين، ليش مخلينا محاضراتكم الصبح؟ خربنا نومته. أمينو أسيد are the building block of protein result. الأمينو أسيد هي البودينج هاي تأخذ in general يعني زين. أكو essential أمينو أسيد وأكو non essential. essential شنو معناته؟ essential يعني الجسم ما يحتاجه، موجود يعني يعني بالجسم الان. لا بالعكس، ضروريه للجسم بس ضروريه جسم بس ما يصنع الجسم. اي الجسم ما يقدر يصنع الاسينشال، الاسينشال الجسم ما يقدر يصنعها. اوكي لازم ناخذها من الاوتر سورس. فالامينو اسيد والبروتين، هذا البروتين مالتنا متكون من جزيئات من الامينو اسيد مرتبطات ببعض زين. عندنا 8 امينو اسيد هي يسميها اسينشال، هاي الجسم ما يقدر يصنعها، لازم ناخذها من الاوتر سورس اللي هي اليوسين،
ايزوليوسين لايسين ذني والفالين تريبتوفان ميثيونين وثريونين زين ذني يسمين اسينشال امينو اسيد اكو كونديشنالي اسينشال امينو اسيد هسه راح نجي ناخذها ان ديتيلز اوكي شوفوا بالتشلدرن بالتشلدرن عندنا شو اسمه الارجنين والهستيدين والسيستين والجلايسين والتايروسين والجلوتامين والبرولين نسميها conditionally essential زين considered conditional يعني essential بس بحالات الchildren ليش لأن الجروث مالتهم سريع فما يقدر الجسم يلبي الحاجة مالتهم فنسميها conditionally essential زين الأرجنين والهستيدين والسيستين والتايروسين والجلوتامين فنشوف دائما اكو شرابات ومقويات تحتوينا مثلا على الارجنين، الارجنين هو الجسم يصنع انا بجسمي موجود ارجنين زين بس بحالات معينه بحالات ديزيز بحالات تشلدرن الجسم ما يقدر يصنع هاي الكميات اللي احنا جسمنا موجوده زين فناخذها من الاوتر سورس كذلك الهستيدين والجلايسين والتايروسين وغير الامينو اسيد الارجنين الارجنين شنو يفيد الارجنين منو يعرف؟ الارجنين هم ماخذين فاكتر والاميون فاكتين اشنو؟ يحفز النمو دكتور جروث فاكتر هرمون سيميوليتر عافيه جروث والاميون فاكشن والاميون فاكشن بعد اهم هرمون فروم بودي يحفز على الجوز يسوينا شنو؟ يسوينا نيتروك اوكسايد ريليزر نيتروك اوكسايد ريليزر يعني معناته شنو نيتروك اوكسايد ريليزر يعني زايدين الريليزر المهم ضغط الدم ايه يسوينا فازودايليشن فازودايليشن بل احنا بالصيدليات وين نشوف الارجنين نشوفه بشغلتين نشوفه بشرابات الاطفال ونشوفه بالبرودكت للفيرتيليتي برودكتات الفيرتيليتي برودكتات الفيرتيليتي دائما نشوف خاصة مالت الميل نشوف أرجنين بيها ليش الأرجنين يعتبر كونتريبيوتر للسينثيس اوف سبيرم زين يعني يسوي لنا انهانسينج للسيكشوال فانكشن وكذلك بشرابات الأطفال لأنه يعتبر جروث هرمون ريليزر زين يسوون ريليز للجروث هرمون فنشوف الارجنين وين نشوفه قلنا نشوفه هنا بهذني الشغلتين زين كذلك يستخدم للبون والسكن ريجينريشن وجروث وهاي السوالف زين بس هو الميجر ميجر جروث هرمون ريليزر والفازودايليتر والميل سيكشوال ديسفانكشن اوكي كارنتين و الكارنتين وين نشوفها؟ شو تفيد لنا الكارنتين والأركانتين؟ بالسكلتون سيستم يعني موجود وين؟ بالسكل يعني بال... 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 بالجهاز العظمي لا انرجي برودكشن عفوا انرجي برودكشن كارنتين انرجي برودكشن الكارنتين شو تسوي لنا؟ تروح على الميتوكوندريا زين؟ موجوده بالسكلتال ماسل كارنتين موجود بالسكلتال ماسل بالهذا الاماكن اللي يصير بها شغل قوي زين فتدخل الامينو اسيد على الميتوكوندريا وتسوي لنا ريليز للانرجي فروم امينو اسيد زين ريليز اوف انرجي ريليز اوف انرجي وكذلك نشوفها بالاهم نفس الحاله برودكتات اللي برودكتات يعني اسينشال الكارنتين اسينشال فور cardiovascular health
اسمعوني طلاب، وين وصلنا يا برودكت؟ نعم دكتور. عند دكتور. اوكي وصلنا السيستين، وين السيستين موجود؟ السيستين وين موجود؟ شايفين هاي البرودكتات مال سكين هير نيل؟ سكين هير نيل هاي مال شو اسمه؟ السيستين هو بروتين موجود بالنيل 22%، بروتين اوف نيل عباره عن سيستين بالسكين والهير 66 64% تقريبا من البروتين الموجود بالسكين والهير عباره عن سيستين. السيستين هو يعتبر انتي اوكسيدنت فري راديكال سكافنجر كلش قوي زين، ف وكذلك يعتبر واحد من الامينو اسيد اللي تكون لنا الجلوتاثيون، تكون لنا الجلوتاثيون زين. الديفيشنسي مال ترير يعني صراحه هو نون اسينشال امينو اسيد، بس بحالات الشلدرن بحالات الديزيز ممكن يصير بي ديفيشنسي زين. قلنا فري راديكال سكافنجر امبورتنت للاميون فانكشن زين، وكذلك ان عندنا الديفورميتي او الديزيز اللي تصير عندنا بالدي ان اي زين. اتس ا كومبوننت اوف انتي اوكسيدنت تريبيبتايد جلوتاثيون زين. شايفين الجلوتاثيون هاي الحبوب مال الجلوتاثيون هاي المبيض جلوتاثيون شايفينه؟ اكو تابلت مال شو اسمه مال شركه اي ام اس سموه بيرلي زين، جلوتاثيون عباره عن جلوتاثيون تركيز عالي. اكو الاوبر هاي الاوبر التبييض يسموها عباره عن جلوتاثيون زين، اكو كريمات جلوتاثيون زين، ثاني انتي اوكسيدنت كلش قوي زين. فبالتالي تعتبر فري راديكال سكافنجر، ميون بوستر، ميون بوستر كلش قوي زين. زي قلنا تقللنا الرينكلز من السكن، زي قلنا البرايتنس مال السكن، وتروح لنا هاي السبوت اللي نتيجه الفري راديكال السكن مالتنا شلون يصير بسبوتات او يصير بدارك كلر. الفري راديكال تتجمع بيه زين، الفري راديكالز هاي يسوي لنا اوكسيدايزنج للسكن، يسوي لنا اوكسيدايزنج للبروتين، يسوي لنا رينكلز، يسوي لنا اكني زين. فاحنا بنستخدم برودكت انتي اوكسيدنت ونكريز بالكولاجين سينثيسيس وبرودكت زي قلنا قللنا الفري راديكال راح تختفي عندنا كل هاي اللي نسميها الايجنج ساينس. اوكي كذلك السيستين از ا بوتنت فورم اوف ان ال ستايل سيستين. ان ال ستايل سيستين اللي هو شنو؟ الانستال سيستين، الانستال سيستين بروتين يشتغل از ميوكوليتيك زين. شايفين الانستال سيستين ميوكوليتيك كلش قوي، يستخدم الباراستامول بويزنينج زين. واحد صار عنده بويزنينج بالباراستامول زين، شنطونه ينطونه الانستال سيستين. وكذلك الانستال سيستين يسوي لنا شنو؟ الانستال سيستين يقلل لنا يزيد لنا الليكويديفيكيشن اوف ميوكوس، زيد لنا الليكويديفيكيشن liquidification of mucus زين. فنستخدم للبولمونري ديسوردر. اوكي الجلوتامين، الجلوتامين امينو اسيد نفس الحاله، هو نون اسينشال بس اذا صار عندنا بالتشيلدرن مرات يصير اسينشال، خاصه هذول البور دايت تشيلدرن بحالات الستريس بحالات الديزيز ممكن يصير اسينشال، يعني الجسم ما يقدر يصنعه زين. الجلوتامين يتحول الى جلوتاميك اسيد. جلوتاميك اسيد هو الفود، برين فود، برين فود زين. جلوتاميك اسيد هو شنو؟ برين فود زين، يعني حال الجلوكوز. البرين يتغذى على شغلتين، جلوكوز وجلوتاميك اسيد زين. فالجلوتاميك اسيد از اسينشال للشنو؟ للبرين فانكشن سبيشالي ان تشيلدرن زين. Release growth hormone. Growth hormone release then releaser of growth hormone. Okay. Oh, brain food. Glutathione. قلناكم قبل شوية شنو function مال glutathione؟ يتكون من ثلاث amino acids. Glutathione هو مو amino acid، هو يعني هو protein زين، أو combination of three amino acids اللي هي الglycine والglutamine والcysteine زين. هذين الثلاثة يكون لنا الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو ترايبيبتايد، يعني ما يعتبر أمينو أسيد، ترايبيبتايد
انتي اوكسيدنت مالتي كلش قوي زين دي اكتيفيت فري راديكال رندر ليبيد بيروكسيدايز هارمون. شوفوا الجلوتاثيون شلون يشتغل انتي اوكسيدنت. ليبيد بيروكسيدايز يساعدنا بالصنع مال ليبيد بيروكسيدايز اللي هو الهرمون الانزيم هذا يسوي يقلل لنا الاكسيدايزنج اي يقلل لنا الاكسيدايزنج اكتيفيتي بالجسم يعني يشتغل بوتنت انتي اوكسيدنت زين. فالجلوتاثيون يعتبر اميون بوستر ليش؟ لان هو فري راديكال سكافنجرز وبنفس الوقت انتي اوكسيدنت كلش قوي. اوكي دكتور، واذا شخص تسمم من بالبراستول اخذ جرعه عاليه من البراستول يعطونا جلوتاثيون؟ لا نعطي شنو؟ نعطي الجلوتاثيون ممكن نعطي على مود يسوي لنا ريجنريشن للليفر زين، بس اول شيء نعطي شنو؟ نعطي الانستالسيستين. الانستالسيستين هو الانتيدوت اوف براستامول بويزنينج. وان رير يصير الباراستامول بويزنينج، يعني شافت تاخذ شريط كامل يجوز ما يصير عندك يلا توصل توكسيك دوز زين. 5 جرام 5 جرام تقريبا بير داي هو التوكسيك دوز، يعني وين ياخذ 5 جرام 5 جرام مره واحده من ياخذ زين. هذا بالنسبه هسه نجي اكو احد عنده سؤال حد هنا؟ لايسين. لايسين هو شنو؟ اسينشال. شوف ذا نيتشر كلنا نون اسينشال. هذا اللايسين هو اسينشال امينو اسيد. اللايسين اوبتيند فروم فود زين. وين يفيدنا اللايسين؟ جماعه الحديد. جماعه الحديد الكولاجين يصنع لنا الكولاجين، يصنع لنا مفيد لل ايش يسموه للريبير. الريبير مال يعني جماعه الحديد يستخدمون عندها سبورت انجري زين. هذول يصير عندهم سبورت انجري، يصير عندهم فراكتشر بالبون او يصير عندهم فراكتشر يعني شو اسمه سبورت انجري ان جنرال. ليش؟ لان اللايسين هو امبورتنت ان كولاجين فورميشن ريبير تيشو ان بودي ومينتيننج رول ان انرجي ريليزر وبيلدينج مسل اند مسل بروتين زين. يعني هذول يلعبون حديد بين قوسين زين، يستفادون من اللايسين زين، لانه يعني يعتبر برانش تشين امينو اسيد. نانو برانش تشين امينو اسيد ذات امبورتنت ان سبورت انجري. تريبتوفان، تريبتوفان او 5 HTP زين. تريبتوفان از ان اسينشال امينو اسيد، ذا بودي كانوت مانيفاكتشر ات سو ات ماست بي اوبتيند فروم فود اور سبلمنت. تريبتوفان هو بريكورسر للسيروتونين. سيروتونين هو شنو؟ شنو سيروتونين؟ هرمون السعاده، يعني هو يستعمل انتي ديبريسنت. زين، فكذلك التريبتوفان يستخدم انتي ديبريسنت زين. ليش؟ لانه هو بريكورسر للشنو؟ للسيروتونين. يسوي لنا كالمينج افكت زين. تريبتوفان قبل لا يتحول الى سيروتونين يتحول الى برودكت نسميه 5 HTP، موجود بالصيدليات الـ 5 HTP كشكل تابلت زين. هذا الـ 5 HTP بسرعة يتحول إلى سيروتونين، بالتالي نفس اليوز مال التريبتوفان نستخدمها للـ 5 HTP هي نفس اليوز مال التريبتوفان زين، لأن هو انترميديت بيناتهم. اليوز مالته نستخدمها للإنسومينيا، بحالة الدبريشن، بحالات الكونفولشنز زين، يعني عند ريلاكسينج أكتيفيتي شوية أقوى من البقية. اوكي هاي بالنسبه لل 5 HTP. يعني تتوقع بالسؤال مثلا يجيب لك برودكتس امبورتنت فور انسومينيا زين، وان اور مور، اجيب لك 5 HTP، اجيب لك فاليريان زين. انت لازم تعرف انه انسومينيا فاليريان هو اسينشال، يعني نقدر نستخدمه للانسومينيا. 5 HTP كذلك نقدر نستخدمه للهرمون زين. فلت يعني حاول تربطون بين المحاضرات، اذا مثلا يوزز بهذا المحاضره واكو غير برودكت هم يوزز بهذا المحاضره حاول تربطون بيناتهم زين. هسه نجي للبرانش تشين امينو اسيد زين. البرانش تشين امينو اسيد هذا نجي وين نشوفه؟ نشوفه بعلب البروتين هذا اللي يستخدموها جماعه الحديد يسموه BCAA زين.
هاي العلب منو يلعب حديد بيكم؟ هاي العلب اللي بروتين دبات مال بروتين بي سي اي اي هاي برانش تشين امينو اسيد ليوسين ايزوليوسين فالين زين هذني شلون تساعدنا على البلدنج مال المصل زين شلون سوينا بلدنج للمصل هاي تعتبر فيول للمصل يعني البي سي اي اي او البرانش تشين امينو اسيد من طب داخل الجسم العضله تكون متعطشه لها زين راسا العضله شنو تسوي لها بيك اب من تاخذها العضله ما تستفاد من عندها بس تستفاد من النيتروجين مالتها زين فتاخذ النيتروجين مالتها تبني other amino acid essential for building of muscle زين فتعتبر فيول مصل فيول زين يعني حال anabolic hormones زين بس تكون سيف تكون كلش سيف يعني ما بيها اي سايد افكت حال الانابوليك هرمونز زين يعني المصل بسرعه تاخذها زين من تاخذها المصل تاخذ النيتروجين مالتها وتبني بيها البروتين مالتها تبني بيها البروتين مالتها زين تعتبر انابوليك ماتيريال زين هاي البي سي اي اي اوكي هم تعتبر نسميها البي سي اي اي زين الاسينشال امينو اسيد الجسم ما يقدر يصنعها مفهوم عند السؤال طلاب لحد هنا حد عنده سؤال دكتور بس كان اكو فد سؤال اسئله المد انه one of them non-glycoside دكتور كان اكو ضمن الاختيارات يعني اكلايكون يعني جزء من الكلايكوسايد اكلايكون طبعا الاكلايكون مو جلايكوسايد نعتبرها انه مو جلايكوسايد لا مو جلايكوسايد الجلايكوسايد تعريفه شنو شوجر ومن شوجر مرتبطات شوجر نون شوجر يس اذا اجيب لكم شوجر هو مو جلايكوسايد اذا اجيب لكم نون شوجر هو مو جلايكوسايد زين اوكي بعد احد عنده سؤال السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله